بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تزوج بهذه الفتاة. وبعد الاحتفال ذهبوا إلى البيت وقد أُعدت الموائد أفضل الأطعمة طبعا ليلة الزفاف وكان طعاما شهيا. وبينما هم جالسين ليأكلوا يعني إذا طرق الباب مسكين. فتح الباب ربما يكون هذا المسكين شم رائحة طعام أو هو كان جائعا فقال له إنني أريد أن آكل أنا جوعان يعني من فترة لم آكل ماذا فعل هذا الرجل؟ الحقيقة أساء التصرف إنه طبعا ضرب هذا الرجل ونهره وشتمه والحقيقة يعني أساء إليه إساءة شديدة جدا وعندما رجع إلى الطعام ليأكل فوجد نفسه متشنجا ومرتبكا ثم صراخ شديد كما لو كان أصابه جن أصيب بنوم بات صرع شديدة جدا وانتهى الزواج ولم يحدث شيء سبحان الله بعد اكثر من عشر سنوات ماذا حدث رزق الله هذه البنت بزوج اخر وتكرر نفس المشهد سبحان الله ولكن الزوج الثاني ده كان راجل صالح الحقيقه بينما هم يجلسون ويبداوا الطعام فطرق الباب مسكين فتحوا الباب فقال انا رجل جعان واريد نفس سبحان الله يعني المشهد يتكرر، حاجه غريبه يعني فماذا فعل هذا الرجل الصالح اخذ افضل الطعام اخذه وقال له اختر ما شئت من الطعام هذا طعامك اختر ما شئت فالحقيقة الرجل اختار وأخذ وأطعمه وجبر بخاطره ووضع يده على صدره وكلمه كلاما جميلا وبعد ذلك تأملت المرأة من هذا الرجل فإذا به هذا الزوج الذي فعل تلك الفعلة البشعة منذ أكثر من عشر سنوات تعجبت عجبا شديدا وقصت على زوجها هذه الحادثة وكانت المفاجأة الأخرى والعجيبة قال لها أتعرفين من هذا الذي يطرق الباب؟ هو أنا المسكين الذي كنت أطرق الباب. يعني سبحان ربنا عز وجل يقول إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإنسان لابد أن يعلم أن النعم التي أعطاها الله له إنما هي اختبار. والإنسان إن لم يراعي حق النعمة حتما ستزول منه وربنا عز وجل يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبنى آدم عليه السلام لماذا حرم الجنة لأنه لم يصون حق النعمة كان في الجنة ولكنه عندما عصى الله حرم من الجنة وخرج منها الأمر الآخر إن أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى هي جبر الخواطر وبرضه أسوأ الأعمال عند الله عز وجل أن تكسر بخاطر الإنسان يعني الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم انما انت ممكن تقهر انسان بكلمه انا اعرف انسان سبحان الله قابله انسان بكلمه جارحه جرح شعوره بكلمه واحده سبحان الله هذا الرجل عندما ذهب الى بيته حدث له شل نصفي وظل مريضا حتى مات يبقى انت ممكن تقتل انسان بكلمه والحقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الطيبه صدقه فيتعود الناس ان يكبروا بالخواطر وان اطعام الطعام من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير فقال صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام وافشاء السلام ان تفشي السلام يعني تقول السلام عليكم على من تعرف ومن لا تعرف وان تطعم الطعام هذه من اعظم اقتصاد الاسلام ومن اعظم الاعمال والقربات عند الله سبحانه وتعالى